أخبار اليوم. سعيدة أننا وسعيدة تحية كبيرة للشعب المصري. نحن موجودين معاكم، الشعب الجميل الصامت الباسل في كل المواقف، مش عايزين نشوف أحزان تاني. في بداية جيدة، هي الدورة 16 بس أنا أول مرة أجي أتكرم. بعد غياب طويل، ايه الجديد وايه الخطوات اللي شجعتك في عودة مسلسل بين اسرائيل؟ دور ست مصرية ايجابية مفيهاش اي حاجة سلبية، طموحة بالرغم من ثقافتها المحدودة وتعليمها القليل، انما عندها اجتهاد. سايس عربيات، ودي مهنة محصورة شوية على الستات اكتر ليها للرجالة، مهنة شديدة الخصوصية لانها موجودة في مصر بس، ودي تاني يمكن كمان في القاهرة بس، مهنة لها اختارها برغم ان هي في الشارع كل يوم، لكن مش لازم تبقى، وده اللي انا حاولت اعمله في الصباح، مش لازم تبقى بعينها في الشارع تبقى متلفظه مناقص غير لائقه، او ان هي تبقى لمجرد ان هي في الشارع طريقتها في اللبس، طريقتها في احترامها لنفسها حتى لو هي مهنه بسيطه. دور مركب ولذيذ ولطيف، وانا استمتعت بيه، واللي استمتعت بيه اكتر ردود افعال الناس عليه من اول سواء في الشارع او في الوسائل الاتصال. وجودك النهارده في بورسعيد ده مش اول مره؟ مش اول مره كبورسعيد كبلد، مدينه جميله باسله اتربيت عليها في طفولتي، تملي كنت باجي في المنطقه الحمراء انا واسرتي، اشارك بيها كطفل او يعني كمواطن مصري، انما كتكريم دي اول مره.